السلام عليكم يا شباب. النهارده في معرض اي في اوتو شو مع شركه المجدوعي بيجو، الباشمهندس هيدي لنا فكره عن مشاركتهم النهارده في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا فيكم. طبعا زي ما انت عارف هذا المجدوعي للسيارات، وكيل الحصري للسيارات بيجو، ستخوين في المملكه العربيه السعوديه. في هذا الستاند نقدم سيارات الكهربائية بالكامل. okay. متوفر عندنا سيارتين للأفراد وهي 208 و 2008، أيضا كمان متوفر السيارات التجارية من الفان الصغير والفان المتوسط إكسبرت آن بارترا. الميزة بالسيارات الكهربائية عندنا أنها تشتغل في الشواحن السريعة أو الشواحن العادية من okay. من 11 أو 22، ويكون الشحن زي ما هو معروف بعالم السيارات من نص ساعة إلى 40، هذا الشحن السريع، والشاحن العادي يكون 6 ساعات. عادة متوسط الكيلو واط للسيارات الكوميرشال 75 كيلو واط، أما بالسيارات الباسنجر حوالي 50 كيلو واط. بخصوص المايلج او الرينج كامل اللي هو بالشحنه، بالسيارات الباسنجر تصل من 300 الى 400 كيلو، واما بالنسبه للسيارات التجاريه تصل الى 285 كيلو متر. طبعا سيارات بيجو المجدوعي يعطي ضمان 8 سنوات للبطاريات او 160 الف كيلو متر، او ضمان وايضا ضمان السياره الكامل اللي هو 5 سنوات او 100,000 كيلو متر. متوفره الان في السيارات، متوفره عندنا الان، موجوده في عندنا في الكميات المطلوبه للعملاء. وحاب اطمن انه هذا الايفنت طبعا يحاول يوضح اكثر للعملاء اهميه السيارات الكهربائيه، وايضا ما هو متوفر في عالم السيارات الكهربائيه المقدمه في المملكه العربيه السعوديه من سيارات افراد باسنجر او سيارات تجاريه. شكرا لكم. عايزين بس قبل ما ننهي تعرض لنا فكره بس عامه عن السيارات المعروضه النهارده في المعرض عشان الناس تبدا تاخد فكره عن السيارات المعروضه من المجدوعي من بيجو. طيب بدايه هذه سياره الباسنجر 2008 E2008 okay. طبعا هذه من اهم المنتجات ومن افضل مبيعات في اوروبا بالنسبه لسيارات الايس انجن او السيارات الكهربائيه، وهي ماخذه من افضل السيارات في اوروبا كامل. اما بالنسبه رقم واحد في اوروبا بيعا هي 208، بالنسبه كسياره 208 هذه من اشهر السيارات في اوروبا، والان متوفره بالكهربائيه بالكامل في السعوديه. هذه بالنسبه للسيارات الباسنجر. اما بالنسبه لسيارات الفان او التجاريه okay. متوفره عندنا سيارتين، الفان الصغير okay. تمام اللي هو اسمه اي بارتنر، ايضا متوفر الاي اكسبرت الحجم الوسط خلينا نقول للفان، متوفر للاعمال التجاريه اللي يبغون سيارات كهربائيه بالكامل. كل السيارات المعروضه النهارده فولي الكتريك، فولي الكتريك، فولي الكتريك متوفره من المجدوعي للسيارات بيجو. 4 سيارات متوفرة، 2 أفراد و2 سيارات تجارية. في ناس بتسأل يا باشمهندس هل في فرق سعر كبير بين السيارات الكهرباء وبين السيارات، احنا عايزين ان رينج الفروق هتبقى كام وايه مزايا السيارات الكهربائية اللي هيحس بيها المستخدم الاند يوزر. انا بدل ما انا بستخدم سيارة عادية بنزين او ديزل، لا انا هروح للسيارة الكهربائية ومطمن ان تقريبا مفيش صيانة، مطمن ان الاسعار يعني ان رينج، ثانيا الكواليتي بتاع السيارات الكهربائيه والسيفتي العالي بتاعها. فياريت تطمن الناس ونديهم فكره ان يعني في ناس متخيله ان الاسعار خرافيه، فعايزين نطمن الناس وعايزين نديهم فكره كمان ان مفيش صيانه تقريبا في السيارات الكهربائيه، ورساله اطمئنان للناس ورساله تديها للناس من المعرض بخصوص السيارات البيجو واللي بتوفروها هنا في المجدوعي. اما بالنسبه للاسعار كلنا نعرف بسبب التقنيه او التكنولوجيا الجديده بعالم السيارات الكهربائيه عاده هي اغلى من المحركات العاديه، وهذا شيء طبيعي. اوكي. اما بالنسبه للاشياء الاخرى اللي لازم يعني تنحط بالحسبان، فمثلا
الصيانات للسيارة، ووقت الصيانة المكلف للشخص نفسه اللي هو يروح مواعيد وقت من عمله أو شيء زي كذا راح ينقص كثير. لا محطات بعد اليوم، المحطات العادية بينسى أمور المحطة والأسبوعية اللي كان هو لايف ستايل معين جديد، بالإضافة إلى هدوء المركبة من الداخل، بالإضافة إلى صرفية. أول كان في صرفية وقود في الآيس، الآن غير موجودة، بتكون فقط بالكهرباء، ما تكلف شيء. فهذه هي نوعا ما لا صيانة، ما في لا يوجد، نعم موجود صيانة بس الصيانة خفيفة مقارنة بالآيس إنجن. وتكلفة الفيول أيضا لازم نحطها بالاعتبار. هدوء واللايف ستايل الجديد اللي بسيارات كهربائية، هذا هو أهم ما هو نقدم سيارات كهربائية. شكرا بشمهندس، استمتعنا كثير جدا بلقاء حضرتك، وألف شكر للمجدوع وليك. شكرا شكرا بشمهندس.